أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: علمنا أنه يجوز في الصلاة قتل العقرب والحية، ومعلوم أن من عرض له ذلك في صلاته وقام بذلك فلإنه لا بد له من التحرك والالتفات والانحراف عن القبلة. السؤال: هل يجوز له مع ذلك أن يواصل الصلاة رغم كل ما يحدث، أم يستأنف الصلاة من جديد؟ يتم الصلاة ولو انحرف عن القبلة لأخذ عصا أو أخذ حجر أو دفاع عن نفسه، فله قتل الحية والعقرب مهما ترتب على ذلك من الالتفات والانحراف والحركة، هو معذور في هذا وصلاته صحيحة. نعم.